اهلا بكم اصدقائي الاعزاء. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن فوليوم اوف ا كيوب، حجم المكعب. الاول واتس مين اوف ا كيوب؟ كيوب از ا سوليد. كيوب ده او المكعب ده مجسم، ممكن نرسمه مع بعض، بيكون رسمه بالشكل ده. كيوب has six faces. فيس يعني ست أوجه، كل وجه منهم each face is a square. كل وجه منهم square، مربع. And has 12 edges. 12 edges يعني 12 حرف. ايه تاني؟ has 8 vertices. 8 vertices 8 رؤوس. طيب ازاي بنحسب volume of a cube؟ volume of a cube equal side length times itself times itself او edge times itself times itself او بقول L times L او ممكن بنخسرها بنقول L to power 3. في المرحلة الابتدائية بنستخدم L times L times L. طيب سؤال كده سريع، find the volume of a cube with edge length 3 centimeters. Volume equal and edge equal 3، يبقى على طول volume equal 3 times 3 times 3، يبقى equal 27 cube centimeter. سؤال تاني، find the volume of a cube with edge length 5 centimeters. The volume سهل جدا، قلنا L times L times L equal 5 times 5 times 5 equal 125 cube centimeter. طيب افرض سألني سؤال شبه اللي هقولكم عليه ده، if the sum of edges of a cube is 48 centimeter, find its volume. أنا عندي sum of edges equal 48، يبقى أنا عايز الإدج الواحد إيكوال إيه؟ أنا عارف إن الكيوب فيه إيه؟ فيه 12 إدجز، يبقى 1 إدج أو إدج إيكوال 48 ديفايدد باي 12. 48 ديفايدد باي 12 إيكوال 2 سنتيمتر. لكن الفوليوم إيكوال L تايمز L تايمز L، يبقى إيكوال 2 تايمز 2 تايمز 2 إيكوال 8 كيوب سنتيمتر. طيب افرض كان بيقول لي area of one face of a cube is 49. area of one face of a cube
is 49 square centimeter. Find its volume. يبقى الأول أنا عايز أحسب الـ. يبقى الـ يكون هنا لو أنا في مرحلة primary هقول إيه؟ إن إيه النمبر اللي أنا ممكن أعمل له multiply by itself to get 49. لو أنا أكبر شوية هقول square root of 49. يبقى إيه النمبر اللي أنا بعمله multiply by itself to get 49؟ طبعا 7 إيه سنتيمتر. كده الـ edge عندي equal 7. يبقى volume يكون 7 times 7 times 7. طبعا دي هتبقى 49 times 7 هتبقى 343 كيوب سنتيمتر. افرض بيسألني على كيوب بيقول لي كيوب وزعوتها لت وعايز ايه اتس فوليوم. هل هيفرق معنا كيوب وزعوتها لت يعني كيوب بدون غطاء؟ لا مش هيفرق معنا. الفوليوم هيكون نفس الشكل. يعني لو بيقول لي كيوب وزعوتها لت معناها وز يعني بدون غطاء مش هيفرق معنا. لا ده هيفرق معايا فين؟ في حساب area of lateral area of a cube or total area of a cube. ده يفرق معنا في الموضوع ده. total area هتفرق. هيبقى عندي 5 faces. تمام؟ كده احنا خلصنا موضوع volume of cube. وان شاء الله الحصة الجاية نتكلم على مين؟ lateral area and total area of a cube. شكرا لكم وإلى اللقاء.